اللاعب معاوية أحمد، لكن معاوية اصطدت به الكرة أخيرا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية أولى تأتي في المباراة في شوط اللقاء الأول في أول خمس دقائق لعب فقط من أحداث هذا الشوط لمصلحة المنتخب العراقي. على يسار إيهاب صغير حارس مرمى المنتخب السوداني، في كرة ثابتة تتاح الآن للمنتخب العراقي، ملعوبة خطيرة، حارس المرمى، المتابعة، الله، القائد سلام شاكر يضرب مبكرا لأسود الرافدين. خمس دقائق فقط انتظرها المنتخب العراقي ليؤكد على تفوقه، على رغبته، على إصراره لعدم فقدان الصدارة للوصول إلى نصف النهائي. حاضر وموجود مع العراق، لكن لدينا ركلة ركنية الآن للسودان، ملعوبة، الله، صقور الجديان، لا تساهل لا تهاون، فاروق جبرة باللقب من خلال مشاركاته الأربع، وفعلا مع في هذه الأثناء أعزائي المتابعين صافرة النهاية. مبروك للعراق، هاردلك للسودان، قدمت بطولة كبيرة جدا أقولها للسودانيين، ودعت البطولة بدون أي خسارة. العراق في المقابل يستحق الوصول، يستحق التأهل، سبع نقاط بدون خسارة بانتصارين على لبنان وعلى مصر، سهل من مأموريته في المباراة النهائية.